يا مساء الخير على كل مشاهدي وطبيعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. كالعادة حلقات الترند بتبقى غاية في الأهمية وبنناقش فيها مواضيع كتير جدا مع حضراتكم، وبيكون أبرز هذه المواضيع اللي بيتم تناولها على السوشيال ميديا عشان نعيش مع حضراتكم لحظة بلحظة، ونقول كمان كل الجديد لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. سؤال حلقتنا النهاردة، تعليقك على احتفال محمد صلاح ودعم المؤمن زكريا امبارح بعد هدفه الثالث ليه والرابع لفريقه ليفربول في مباراته أمام ليدز يونايتد في افتتاح البريمير ليج، وفوز ليفربول 1-4 تحديدا. والهدف الثالث، محمد صلاح احتفل على طريقة مؤمن زكريا ودعم اللاعب اللي كان فيه صدى كبير جدا على هذا الاحتفال، وهنتكلم فيه في التفاصيل على مدار حلقة اليوم. ومستنيين طبعا تواصل حضراتكم معنا وتفاعلكم على صفحات القناة المختلفة سواء فيسبوك تويتر أو انستجرام، وهنشوف التفاعل ده مع نهاية حلقة اليوم. قبل ما نتكلم في المهم خلينا نروح لفاصل سريع، بعد فاصل نرجع، يلا بينا. طيب قبل الفاصل خلينا ناخد العناوين. عندنا النهاردة في ترند الأهلي، الأهلي يختتم تدريبات اليوم استعدادا لمباراة الاتحاد غدا إن شاء الله. في الترند المحلي، اليوم مباراة الزمالك والإنتاج قد تحسم الدوري. أما في الترند العالمي، مؤمن زكريا حديث العالم بعد احتفال محمد صلاح. عندنا كلام مهم كتير هنقوله بعد الفصل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. موضوع محمد صلاح امبارح ده لازم ياخد حقه بشكل كبير جدا زي ما هو واخد حقه على مستوى العالم، وان هو كان ترند واضح جدا امبارح دعم محمد صلاح لنجم النادي الاهلي مؤمن زكريا. وفي الحقيقه الواحد ما كانش يتخيل في يوم من الايام ان احنا يكون عندنا لعيب بقيمه وحجم تاثير محمد صلاح، لمجرد ان هو احتفل بس على طريقه لاعب من اللاعبين اللي كانوا مميزين جدا في صفوف النادي الاهلي، الدنيا اتقلبت كله تناول الجزئيه دي. ولا حتى كنت اتخيل ان يكون عندنا لاعب بعقليه محمد صلاح اللي قادته لابعد المستويات على مستوى العالم في الحقيقه، ده بالاضافه لقدراته المميزه جدا يعني. ففي كل الاحوال لفته اكثر من رائعه لمحمد صلاح امبارح ودعمه المؤمن زكريا بعد الهدف الرابع لفريقه والثالث ليه، ومبارك له اكيد على الهاتريك اللي احرزه امبارح في بدايه الدوري الانجليزي، وانطلاقه مميزه جدا بالنسبه له هو تحديدا، والمنافسه على لقب الهداف كمان بخلاف المنافسه على لقب البريمير ليج. لكن الاهم هو تناول كل المواقع العالميه والصحف العالميه والحسابات على السوشيال ميديا في مختلف انحاء العالم لهذه اللقطه تحديدا. وانا عايز اتناول مع حضراتكم ونعرض لحضراتكم، لان الموضوع ده لازم نركز عليه بشكل كبير جدا. هنعرض لحضراتكم الامور كانت ماشيه ازاي، وازاي كل الحسابات على مستوى العالم على السوشيال ميديا تقريبا الرياضيه اتكلمت على الجانب ده تحديدا. انا عايز ابتدي زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده حساب ليفربول على تويتر، واللي نوه واشار لسبب احتفال محمد صلاح بهذه الطريقه بعد هدفه الرابع من ركله، او هدفه الثالث والرابع لفريقه من ركله جزاء، وقال صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الاهلي المصري مؤمن زكريا الذي يمر بازمه صحيه في الاونه الاخيره ويحتفل على طريقته، نتمنى السلامه المؤمن ستعود اقوى باذن الله. النادي الاهلي رد وقال على الصوره، او نزل صوره صلاح ومؤمن زكريا وقال الوجه المشرق للرياضه. هي دي الرياضه يا جماعه، هو ده اللي مطلوب من الرياضه. ودايما محمد صلاح بنلاقيه متواجد في الاحداث والمواقف الانسانيه اللي زي دي، شفناه قبل كده في موضوع لما لبس تيشيرت 74 رقم 74 مع فيورنتينا لما راح اعاره من تشيلسي، شفناه بعد احداث الدفاع الجوي وكان لابس شاره سوداء بعدد شهداء جمهور نادي الزمالك، وايضا شفنا اللقطه الجميله دي اللي حضراتكم شايفينها ودعمه لمؤمن زكريا. خلينا نروح لحساب فيفا بالعربي على تويتر، واللي قال اول لاعب من ليفربول على الاطلاق يسجل في اليوم الافتتاحي من البريمير ليج لاربع مواسم متتاليه، اللاعب التاسع فقط الذي يسجل ثلاثيه في اليوم الافتتاحي من موسم البريمير ليج. الاحتفاليه ده في اشاره بقى للشكل اللي شافه الناس شافته كلها من خلال احتفاليه محمد صلاح، احتفاليه تشجيعا منه لنجم الاهلي مؤمن زكريا. كاف على تويتر كمان قال هاتريك ولفته انسانيه كمان، محمد صلاح يدعم زميله في المنتخب المصري ولاعب الاهلي المصري مؤمن زكريا الذي يمر بازمه صحيه بالاحتفال على طريقته الخاصه، لا يسعنا الانتظار لنرى احتفال مؤمن من مؤمن باذن الله.
تعالى. احمد كمان رئيس الكاف على تويتر قال ان كره القدم يجب ان تعكس دائما تضامن وتعاطف الجميع، ومحمد صلاح مثال لذلك. كمان حساب في الجول على تويتر ارتداء القميص رقم 74 للتذكير بضحايا حادثه استاد بورسعيد، ارتداء شعر سوداء تحمل شعار الزمالك وقت حادث الدفاع الجوي، دعم زميله مؤمن زكريا، مواقف لا تنسى لمحمد صلاح، وطبعا مواقف يجب ان تقدر بشكل كبير جدا. بليتشر فوتبول على تويتر شرحوا سبب احتفال صلاح على طريقته او على طريقه مؤمن زكريا، كان احتفال محمد صلاح بالهدف الثالث اليوم تكريما لزميله السابق في منتخب مصر مؤمن زكريا الذي اضطر للاعتزال. يعني لحد دلوقتي ان شاء الله نتمنى له انه يرجع سليم ويقدر يشارك في المباريات مع النادي الاهلي باذن الله، ومستنيين وحتى لو الوقت طال يعني بالنسبه لمؤمن زكريا بعد تشخيص اصابته بمرض التصلب الجانبي الدموري. ألف سلامة على مؤمن زكريا، ودعواتنا دايما مستمرة لنجمنا المصري مؤمن زكريا. صفحة 433 على فيسبوك قالت أن محمد صلاح أهدى هدف الفوز الليلة لصديقه وزميله في منتخب مصر مؤمن زكريا الذي يعاني من مرض عصبي. مؤمن زكريا كمان رد على تويتر قال الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، يا رب لك الحمد على نعمة حب الناس لي، ربنا ما يحرمني منكم، وإن شاء الله بإذن الله ترجع لنا بألف سلامة يا مؤمن. لقطك اللي لازم نقف عندها زي ما العالم كله وقف عند طريقة احتفال محمد صلاح بعد الهدف الرابع لليفربول بالأمس، ونجم احنا دايما بنفتخر بيه محمد صلاح، ودايما قدوة لكل شباب المصريين في الحقيقة والعرب، هو فعلا فخر العرب ويستحق هذا اللقب بكل تأكيد لمواقفه ولإمكانياته وقدراته وإنجازاته وأرقامه يعني في الحقيقة. فلقطة كانت مهمة، ده فيما يتعلق بمحمد صلاح ومؤمن زكريا. الجزئية بقى المهمة جدا بالنسبة لي وموضوع لازم نتكلم فيه مع حضراتكم، ويعني امبارح تطرقنا ليه بشكل صغير قوي، لكن المرة دي هنتطرق ليه بتركيز أكبر عشان نحاول نرصد كيف يتعامل الإعلام مع النادي الأهلي خلال المرحلة الحالية وخلال أسابيع سابقة. في الوقت اللي النادي الأهلي قدامه 24 ساعة وربما 3 ساعات من دلوقتي ويحتفل ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، الوقت اللي احنا المفروض الإعلام كله، مش هتكلم على إعلام النادي الأهلي، المفروض الإعلام كله بيتناول دلوقتي كيف حقق النادي الأهلي هذا الإنجاز، كيف حقق النادي الأهلي هذه الأرقام القياسية. المفروض ده جانب مهني أركز عليه دلوقتي. طبعا في اساتذه كبيره بالنسبه لنا في الاعلام، وكلنا يعني بتعلم من ناس كتير جدا في الاعلام يعني في الحقيقه، لكن في نفس الوقت في امور بديهيه مهنيه لازم ان هي تنفذ في وقت زي ده، انك تشوف ايه الاسباب اللي ادت ان النادي الاهلي يخلص الدوري بدري كده باذن الله تعالى يعني ان شاء الله، وتشوف ايه المقومات اللي عند النادي الاهلي اللي مش موجوده عند نادي تاني او عند اي نادي تاني واللي ادت ان النادي الاهلي يفوز بالدوري بالشكل ده بالارقام دي. لكن للأسف الشديد احنا بنشوف تناول آخر ومختلف وبطريقة غريبة، طريقة غريبة جدا لازم نقعد نتساءل بصراحة. يقول لك ايه دلوقتي في تغييرات في الجهاز الفني للنادي الأهلي، يقول لك كمان مدير الكرة هيمشي وهيجي اسم تاني. هل ده الوقت؟ بالمنطق كده وبالعقل الغرض ايه؟ لحد امتى هيفضل تناول الإعلام لأخبار النادي الأهلي ولموضوعات النادي الأهلي بهذا الشكل وبهذه الطريقة الغريبة جدا؟ أنا مقدر إن أي خبر بيكون عن النادي الأهلي بيبقى مهم، لأن هو من أهم الأندية في مصر إن لم يكن أهمهم، فطبيعي إن أنت تكتب بعض الأخبار، لكن برضو طبيعي إن أنت تحتفل أو تتناول، مش هقول تحتفل، أنت المفروض بقى إعلام محايد يعني، تتناول أسباب فوز النادي الأهلي باللقب يعني. مقدر كمان ان هو مش امر جديد بالنسبه لكم، مش امر جديد بالنسبه لكل جماهير الكره المصريه ان النادي الاهلي بيفوز ببطوله الدوري، حاجه الاهلي يعني اتعود عليها والجمهور اتعود عليها مفيش مشكله، رغم المنافسه ورغم ان في انديه كبيره جدا. لكن في الوقت اللي الاهلي بيفوز بيه في بطوله الدوري مركز مع النادي الاهلي، مركز معاه وبتقول على حاجات فيها جانب من الاجتهاد سواء اصاب او اخطا، لكن انت بتحاول تجتهد في وقت غير مناسب في الحقيقه. ده كلامي موجه للاعلام بشكل عام في مصر. وفي نفس الوقت اللي في انديه كبيره تانية عندها بعض المشاكل والازمات وبتتعادل وبتخسر، انت ما تروحش ناحيتهم خالص، ما بتجيش ولا واخد بالك
ومش عايز تاخد بالك، او عامل مش واخد بالك، ما بتناقش ازمات الفرق دي ايه، ما بتقولش ليه مثلا الفريق ده تعادل، ليه الفريق ده خسر، رغم ان هم عندهم امكانيات رهيبه، عندهم قدرات فنيه ممتازه، عندهم جماهير، عندهم اسماء كبيره جدا، واسمهم لوحده كبير كانديه، لكن انت مش عايز تشوف، او مش قادر تشوف، او خايف تشوف وتتطرق للجزئيه دي، متعمد انك ما تشوفش، وفي نفس الوقت انت متعمد انك تركز مع الاهلي، رغم ان الاهلي بيفوز بالبطوله باذن الله تعالى خلال الساعات اللي جايه دي. لو الانتاج فاز على الزمالك الاهلي بطل الدوري رسمي، لو ما فازش الانتاج على الزمالك والاهلي فاز بكره على الاتحاد الاهلي بطل الدوري رسمي قبل نهايته بثمان اسابيع، والدوري رقم 42. عارف ان في جاب كبير جدا ما بين الاهلي ونادي كبير زي نادي الزمالك، له كل الاحترام والتقدير، في عدد البطولات حوالي فرق 30 بطوله تقريبا ما بينهم في بطولات الدوري تحديدا، وفي نفس الوقت انت بتحاول تخلق الازمات والمشاكل بالنسبه للنادي الاهلي. لكن برضو انا مركز على ان جمهور الاهلي عنده قدر كبير جدا من الوعي والذكاء، وعارف كويس قوي ان في ناس اتكشفت بشكل كبير جدا في الاعلام، وانا اسف ان انا بقول الكلام ده، اسف جدا ان انا بقول الكلام ده، لان الجزئيه دي مهما حصل ومهما الناس تطرقت للسلبيات في الوقت المفروض يتحدثوا فيه عن الانجازات، الكلام ده عمره ما هياثر على النادي الاهلي ولا على مسؤولين. فدي جزئيه كانت مهمه جدا لازم اتكلم فيها بخصوص الكلام الكتير طالع على النادي الاهلي بخصوص تغييرات في جهاز فني وجهاز اداري وكلام من ده، وده مش توقيته اطلاقا اطلاقا. احنا بنفرح دلوقتي وبنحتفل بالفوز ببطوله الدوري باذن الله تعالى خلال ساعات. ده فيما يتعلق بالجزئيه دي. النهارده كمان عيد ميلاد ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، بنقول له كل سنه وانت طيب، مدير فني مميز، نتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه. وفي الحقيقه هو بقاله يعني سنه تقريبا وشهر داخل، او سنه تقريبا مدير فني للنادي الاهلي، حقق بطوله السوبر وفي طريقه لتحقيق بطوله الدوري، نتمنى باذن الله تعالى ان هو يقدر يحقق طموح جمهور النادي الاهلي بفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. عايز اطمن كمان جمهور النادي الاهلي على اخر استعدادات الفريق لمباراه الغد امام الاتحاد السكندري، مباراه غايه في الاهميه لان هي مباراه بطوله، المباراه اللي من خلالها باذن الله تقدر تحسم اللقب. فبالتالي الفريق بيختدم استعداداته النهارده، التمرين بالتحديد كان في تمام الساعه 4:30 عصرا، تدريبات كانت مهمه جدا، بعد التدريب هيستقر الجهاز الفني على القائمه، المباراه القائمه هي الموجوده يعني، بس انا قصدي على التشكيل وكل هذه الجزئيات، وان شاء الله باذن الله الفريق يكون موفق غدا، الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا ومميز. عايز اطمن الناس على عمرو السوليه، حالته مطمئنه جدا، لكن نسب الدفع به في مباراه الغد امام الاتحاد السكندري ضعيفه شويه، لان مفيش وجه للاستعجال بالنسبه للدفع بعمرو السوليه، خصوصا ان انت عندك وفره في المركز ده، وبيتالق ديانج وبيتالق حمدي فتحي كمان. فده كمان فيما يتعلق بتدريبات النادي الاهلي الاخيره استعدادا لمباراه الغد امام الاتحاد السكندري. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل فقرات الترند النهارده، يلا بينا. طيب خلينا نقول لحضراتكم اهم مباريات اليوم في جميع انحاء العالم، تحديدا نبتدي بالدوري الانجليزي. النهارده كان في مباراه ابتدت في تمام الساعه 3 عصر ما بين ويست بروميتش البيون مع ليستر سيتي على ملعب ويست بروميتش. ليستر فاز 3-0، فاردي احرز هدفين من ضربه جزاء، من ضربتي جزاء، والواضح المنافسه على لقب الهداف هتكون قويه جدا ما بين صلاح وفاردي حتى الان في بطوله الدوري، طبعا لسه بدري. لكن اللي يهمنا برده في المباراه دي ان احمد حجازي نجمنا المصري كان على دكه البدلاء وما شاركش في ولا دقيقه من مباراه ويست بروميتش البيون مع ليستر سيتي. في مباراة أخرى هتكون كمان شوية الساعة 5:30 تحديدا ما بين توتنهام هوتسبير مع إيفرتون على ملعب توتنهام، ده بالنسبة للدوري الإنجليزي وبقية مباريات الجولة الأولى تحديدا في البريمير ليج. خلينا نروح لمباراة الدوري الإسباني النهاردة والجولة الأولى واستكمال ليها من خلال ديبورتيفو ألافيز مع ريال بيتيس، دي كانت مباراة في 8 ساعة ثانية ظهرا وانتهت بفوز ريال بيتيس 1-0. الساعة 4 كانت مباراة بلد الوليد مع ريال سوسيداد وشغالة لحد دلوقتي، لكن النتيجة التعادل الإيجابي 1-1. الساعة 6:30 في الدوري الأسباني فيا ريال مع هويسكا، والساعة 9 بالليل فالنسيا مع ليفانتي. نروح بقى للدوري المصري النهاردة، مباراة مهمة جدا ما بين الزمالك والإنتاج الحربي في تمام الساعة 8 مساء، هنتابعها بكل تأكيد لأن ممكن الأهلي من خلالها يعلن رسميا بطلا لبطولة الدوري. ده فيما يتعلق بمباريات اليوم. خلينا بقى نبتدي بترند الاهلي النهارده والكلام كان على النادي الاهلي ازاي وتحديدا في السوشيال ميديا. خلينا نبتدي بحساب النادي الاهلي على تويتر،
واللي بيتكلم او دي حساب قناه النادي الاهلي كمان، وبيتكلموا على ايه؟ قرابه العشر سنوات على اخر هزيمه للاهلي امام الاسماعيلي، فات حوالي 3582 يوم عن اخر هزيمه طبعا من النادي الاهلي امام الاسماعيلي. اكيد نتمنى كل التوفيق للاسماعيلي ان هو يرجع زي الاول عشان في منافسه على بطوله الدوري، فريق الاسماعيلي من الفرق الكبيره يرجع وينافس كل حاجه، لكن بعيد عن النادي الاهلي برضو ما يكسبش النادي الاهلي. ده كان حساب قناه النادي، كمان لسه مع حساب فلاش كوره دوت كوم على فيسبوك، واللي قال 19 كلين شيت لمحمد الشناوي في 25 مباراة كرقم قياسي لم يحدث من قبل بالدوري المصري، حارس مصر الأول ينافس نفسه فقط هذا الموسم. وفي الحقيقة الشناوي في 25 مباراة 19 كلين شيت، وفي نفس الوقت عنده بعض الأرقام القياسية اللي ممكن يقدر يحققها كمان على مدار الموسم يعني، وهبقى اعرضها لحضراتكم في وقت لاحق بإذن الله. طيب من ضمن كمان الأخبار المهمة وصفحة الأهلي اليوم على فيسبوك، واللي قالت أرقام قياسية يستطيع الأهلي كسرها هذا الموسم. في عدد كبير جدا من الأرقام القياسية، وأعتقد ممكن نحتاج فيها وقت من إحدى الحلقات إن شاء الله المقبلة من ترند ونعرضها على حضراتكم ونتكلم فيها، لكن أهم هذه الأرقام زي ما حضراتكم شايفين كده وزي ما أعلن عنها الصفحة الرسمية للأهلي اليوم على فيسبوك. قالوا إن تتويج في الجولة 27 يعني الفوز بالدوري قبل 7 جولات، وهو لم يتكرر من موسم 2004-2005 لما الأهلي فاز بدون هزيمة في هذا الموسم مع مستر مانويل جوزيه في الولاية الثانية ليه، أو بداية الولاية الثانية ليه تحديدا. الأهلي بإمكانه كسر رقمه السابق 88 نقطة والوصول للنقطة 95 بإذن الله، يعني أكتر نقطة أو أكتر عدد من النقاط جمعه فريق في الدوري كان النادي الأهلي ب 88 نقطة، إن شاء الله يكسر الرقم ده وبإمكانه يوصل ل 95. الأهلي يستطيع كمان كسر رقمه القياسي بتسجيل 75 هدف في موسم 2019-2018، كان الأهلي سجل 75 هدف، هو دلوقتي عنده 63 هدف، يقدر إن شاء الله خلال المباراة اللي جاية يكسر الرقم ده بإذن الله. الأهلي يستطيع كسر رقمه السابق تحقيق 26 انتصار في الدوري، حيث حقق حتى الآن 23، برضه بإذن الله يقدر يكسر الرقم ده. إذا حافظ الشناوي على سلامة شباكه سيتمكن من كسر رقم شريف إكرامي لاعب الأهلي السابق وحارس الأهلي السابق، والذي حقق 23 كلين شيت، بينما الشناوي حتى الآن 19 كلين شيت، وإن شاء الله يقدر يكسر الرقم ده، لأن الشناوي من الشخصيات المميزة جدا واللي كان بيفتقدها النادي الأهلي في المركز ده تحديدا على مدار فترة فاتت. خلينا نروح أيضا لجزئية أخرى من حساب يلا كورة على فيسبوك، وبيقولوا لتحديد موقفهم لقاء الاتحاد مصير او مصدر يلا كوره فايلر طلب تقريرا عن حاله السوليه. انا طمنت حضراتكم على حاله عمرو السوليه، اللاعب يعني يكاد يكون جاهز للمشاركه في المباريات، لكن ما فيش وجه للاستعجال بالدفع به في مباراه الاتحاد السكندري. في الاخر القرار طبعا يرجع لمستر ريني فايلر اللي هيقرره، اللي هو شايفه اصلح للفريق وللاعب اكيد هياخد القرار الانسب يعني. خلينا نروح للوطن سبورت على فيسبوك، واللي قالوا فايلر يهاجم الاتحاد ببادجي واجايي في مباراة التتويج باللقب. خليني اقول لحضراتكم التشكيل المتوقع من قبل الوطن سبورت، بيقولوا يعني ان محمد الشناوي في حراس المرمى، خط الدفاع محمد دهاني، ايمن اشرف، رامي ربيع، علي معلول، خط الوسط اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، خط الهجوم جونيور اجايي واليو بادجي. يعني هم تقريبا مغيرين عن المباراه الاخيره بس جيرالدو حاطين احمد الشيخ، هنشوف يعني مستر فايلر هيعمل ايه في مباراه الغد. لسه كمان عندنا بعض المواضيع الاخرى على السوشيال ميديا، ولسه مع الوطن سبورت، وبيقولوا ايه؟ بيقولوا تخطيط الاهلي تجتمع مع فايلر عقب التتويج بالدوري. خليني اقول لحضراتكم ان ما فيش اي اجتماعات تم تحديدها حتى الان بخصوص الـ يعني اجتماعات مع مستر فايلر او مع الجهاز الفني من قبل الكابتن محمود الخطيب او حتى مع لجنه التخطيط، ما فيش اي يعني اجتماعات محدده حتى الان. احنا بس منتظرين ان شاء الله الدوري يحسم بالنسبه للنادي الاهلي، وبعد كده موضوع الاجتماعات لتحديد طلبات مستر ريني فايلر والكلام ده، الطلبات محدده ومعروفه بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيشتغل على بعض الملفات، التواصل والتنسيق واخر النتائج اللي وصلها النادي الاهلي هيتم الاعلان عنها في وقتها باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لسوبر كور على تويتر، واللي قالوا ان اتحاد الكره يقرر تسليم درع الدوري للاهلي في مباراته الاخيره امام طلائع الجيش. احنا عندنا اخر مباراه في الدوري مع طلائع الجيش، او الاهلي عنده يعني المباراه الاخيره مع طلائع، لكن في نفس الوقت كنت اتمنى ان يكون تسليم الدرع في مباراه الغد في حاله فوز النادي الاهلي، وده كان هيبقى امر مهم عشان الاحتفال يبقى في وقته، يعني هيبقى افضل واشيك كمان. لكن في كل الاحوال هنشوف ايه اللي هيحصل. الانباء اللي خارجه حتى الان من اتحاد الكره ان ممكن يكون الاحتفال بدرع الدوري باذن الله تعالى مع نهايه اخر مباراه للنادي الاهلي في بطوله الدوري امام طلائع الجيش. ده كان ترند النادي الاهلي النهارده، او ترند الاهلي تحديدا، والكلام اللي كان على السوشيال ميديا بخصوص الفريق.
نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نواصل فقرات الترند النهارده. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جه ميعاد فقره ترند اونلاين، وهنطير من خلالها للندن عشان يكون معانا المهندس سيد فاروق، المستشار التقني السابق لنادي مانشستر يونايتد والمستشار التقني لبعض الانديه الانجليزيه حاليا. يا باشمهندس منورنا، اخبارك ايه؟ مساء الخير يا استاذ امير، واهلا بيك واهلا بمشاهدينك الكرام. اهلا بيكم منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. انا عايز اتكلم معاك في جانب مختلف شويه بعيدا عن الفنيات، والدوري الانجليزي اكيد هنتطرق ليه وبدايته بالامس تحديدا، لكن عايز اتكلم عن مدى تاثير غياب الجماهير عن الملاعب في بطوله الدوري الانجليزي، ومدى تاثير الجزئيه دي تحديدا على الرابطه وعلى الانديه نفسها وعلى الجمهور نفسه كمان. هو التاثير كبير جدا، لان في خسائر كبيره بالنسبه للانديه الانجليزيه. البريمير ليج كان عامل اعتراض شديد اللهجه اول امبارح مع الحكومه البريطانيه عشان حددوا 1000 يعني 1000 مشجع بس بالنسبه للاستادات خلال شهر سبتمبر، واحتمال يبقى اكتوبر كمان. في وسط الاعتراض دوت البريمير ليج اعلن ان مجموع خسائر الانديه بالنسبه في البريمير ليج حوالي 100 مليون جنيه استرليني في الشهر. فالخسائر رقم كبير جدا. كبيره جدا طبعا. جدا فالخسائر كبيره جدا وكل الناس متاثره. يعني حتى في انديه كمان عملت لاي اوف لناس كتير، حطتهم يعني ما بقاش في الوظائف ديت، فاضطروا يتخلوا عن موظفين كتير. يعني في حاجات كتير جدا متاثره طبعا. الخدمات اللي بتتعمل في الاستادات، حضرتك ممكن يعني فاهم الحاجات اللي احنا بنقدمها للجماهير، حوالي 8 خدمات تقريبا. الثمان خدمات دولت تقريبا كلهم واقفين، والثمان خدمات دولت هم عباره عن ايه يا باشمهندس؟ عباره عن ايه الخدمات دي؟ الخدمات دي بتبقى عباره عن الريتيل اللي هي المحلات بتاعت البيع والكلام دوت، الانترتينمنت اللي هي الحاجات الترفيه اللي موجوده في الاستاد، الاكسس كنترول بتاع الاستاديوم اللي هي اداره البوابات والجراجات والكلام دوت، التيكتنج طبعا كله واقف ما عدا المفاوضات مع الناس اللي هم عندهم تذاكر موسميه طبعا. الفود اند بافريج، الاكل والشرب، السكيورتي، الضيافه، في كمان الميديكال سيرفيس كمان. فكل الكلام ده واقفه، كل الخدمات ديت واقفه. فطبعا موقفه حال ناس كتير جدا، وطبعا الريفينيو بتاع الماتش داي الموجود في بالنسبه للانديه الانجليزيه حاجه مهمه جدا جدا. يعني حضرتك قيمه التذاكر بالنسبه لماتش واحد بتعدي تقريبا 2 ل 3 مليون استرليني في الماتش الواحد. ده بالنسبة يعني طبعا حسب ساعة الاستادات. تمام. يعني نادي زي مانشستر يونايتد عنده أكبر استاد في إنجلترا طبعاً. مخصوص لنادي. يعني أكبر استاد مملوك لنادي. الخسائر كبيرة جدا طبعا، يعني بتوصل لحوالي 5 مليون جنيه استرليني لكل ماتش. ازاي بيتم التخطيط دلوقتي او التنسيق ما بين رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا والحكومة البريطانية بخصوص عودة الجماهير؟ ازاي ممكن يكون التفكير بيفكروا في الجزئيه دي؟ ازاي يقدروا يرجعوا الجمهور للملاعب حتى في ظل تواجد فيروس كورونا وتفشي هذا الفيروس؟ والله الحكومه البريطانيه حددت حوالي 1000 مشجع بس بالنسبه لكل مباراه، لكن العدد دوت هيكبر طبعا حسب النتائج بتاعه التيستس اللي موجوده. من حوالي شهر تقريبا، كام اسبوع تقريبا، كان اول مباراه وديه ما بين برايتون وتشيلسي، وده اتحدد فيها حوالي 2500 مشجع بس. والحاجات ديت بتبقى زي بايلوت كده، يعني تيست بالنسبه لازاي الجماهير، ازاي الاستادات هتدير الجماهير، وازاي الجماهير تقدر تدخل وتخرج في حدود امنه علشان التباعد الاجتماعي والكلام ده كله. وطبعا الاوبريشن بتاعه الاستاد نفسه لازم تتغير، عدد الناس اللي ممكن يدخلوا الحمامات مثلا، يعني ده كان مثال بسيط، بيبقى محدود، ما يقدروش ان هم يبقوا ناس كتير في مكان واحد. طبعا في ستيشنز كتير لكل اللي فيها السانيتايزرز والكلام ده اللي هي المطهرات، لازم يبقى في مترين ما بين كل مشجع والتاني.
الرصه بتاعت الناس في الاستاد نفسها لازم تبقى رصه مختلفه، ودي ليها بالظبط. كونسيكونسز كتير قوي. يعني اكيد يعني ازاي اداره التذاكر بتاعت الانديه عندها مشكله كبيره جدا اليومين دول، لان طبعا معظم الانديه هنا بتبيع تذاكر موسميه، اكيد والتذاكر الموسميه السعه بتاعت التذاكر الموسميه بتكون نسبها كبيره جدا بالنسبه لسعه الاستاد. فحاليا في مشاكل كتيره جدا بالنسبه للناس بتوع التذاكر لكن في خليني اقول كل لك يا نادي. باشمهندس، يعني رغم كل الخسائر الماديه دي، لكن بنشوف في بعض الفرق الانجليزيه بتعمل تعاقدات ومبالغ كبيره، يعني مثلا ابرزهم تشيلسي النهارده السنه دي عاملين صفقات كتير جدا مميزه ومبالغ كبيره، ازاي بيقدروا يعوضوا الفارق ده خصوصا في ظل هذه الازمه؟ هو تشيلسي بالتحديد كمان هو يعني كان عنده مشكلة في التعاقدات السنة اللي فاتت كان وما محوش عملش، يعني، كان محوش فكان هو كان بحوش، فنزل عشان كان كان كل موقوف اللعيبة الكويسة فترة اللي في السوق الانتقالات، تقريبا يعني يعني. في فترة من فترات الانتقالات، عشان بس الجمهور يبقى واضح معانا او واخد باله، يعني ان كان في فترة من فترات الانتقالات اللي هي اللي فاتت تحديدا كان واخد متعاقب الايقاف عشان جزئية اللاعب المالي النظيف يعني، فبالتالي هم كانوا عندهم كده كده فلوس مخصصين للتعاقدات، فيعتبر التعاقدات اللي بيعملوها السنة دي لفترتين مش فترة واحدة. بالظبط، وفي نفس الوقت هي العمليه عامله يعني مقفوله زي الدومينو، لو اللي داخل لك هو اللي انت بتصرفه علشان قواعد اللعب النظيفه، فهي الفلوس دي اوريدي كانت موجوده لان هم عندهم فلوس هزل من السنه اللي فاتت وما عملوش اي تعاقدات، فبالتالي في الموسم دوت واخدين حريه كبيره في موضوع التعاقدات لان الفلوس اوريدي موجوده. لكن أندية تانية مثلا زي يونايتد وأندية زي أرسنال والأندية التانية عندها خسائر كبيرة ومحدودة في الصرف كمان، لأن هم الإيرادات بتاعتهم اتأثرت السنة اللي فاتت، وبالتالي حتى أسعار اللعيبة بتاعت السنة دي مختلفة تماما عن السنة اللي فاتت. يعني أكبر حاجة ممكن تشوفها السنة دي ممكن يكون سانشو مثلا رايح يونايتد. مثلا ده كان كلام كتير جدا طالع ان سانشو ممكن يروح مانشستر يونايتد، واعتقد لسه مفاوضات قائمه، رغم ان اتجاه سولشير دلوقتي راح ناحيه جاريس بيل نجم ريال مدريد، خصوصا ان جاريس بيل يعني مش مرغوب فيه في ريال مدريد. طيب دي جزئيه كانت مهمه جدا، بس عايز اختم معاك جزئيه عوده الجماهير بسؤال مهم، هل تم تحديد موعد مبدئي لعوده الجماهير للمدرجات في البريمير ليج، ولا لسه الموضوع ده محل دراسه يعني بالنسبه لك؟ لا، في ميعاد محدد من قبل ما يبدأ الموسم، هو يوم 2/10/2020، ده أول يوم المفروض إن الجماهير تبدأ ترجع. لكن طبعا تحديد العدد نفسه هو ده كان الاختلاف ما بين البريمير ليج وما بين الحكومة البريطانية حتى الآن. حتى الآن لم يتم الاستقرار على الجزئية دي. طيب بالظبط، خليني أروح معاك للقطة كانت مهمة جدا، لقطة محمد صلاح امبارح وهو بيحتفل بنفس احتفال مؤمن زكريا كتدعيم معنوي بالنسبة للاعب ودعم كبير جدا، ومدى تأثير احتفال محمد صلاح على الجماهير في إنجلترا على الصحف الإنجليزية وأنت متواجد هناك عايش في لندن، فاحكي لنا حجم تأثير اللقطة دي اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشة بالنسبة لمحمد صلاح ودعمه المؤمن زكريا. هو اللقطة طبعا كان ليها صدى كبير، ويعني حتى الجرايد النهارده كتير بتتكلم عنها، لأن المشاهد العادي في إنجلترا طبعا مش هيفهم اللقطة ديت من الأول، لكن الناس اللي على تويتر وعلى السوشيال ميديا وجرايد وصحفيين بدأوا يتنبهوا الموضوع ده. فالجرايد النهارده طلع الصبح بتتكلم كتير عن لقطة صلاح، هي لقطة إنسانية كبيرة جدا، وطبعا ربنا يشفي مؤمن طبعا يا رب ان ويرجعوا شاء لينا الله. إن شاء الله. يعني في صدى كبير، الناس بتتكلم عنها، وهو احنا متعودين من صلاح يعني بيبقى دايما متواجد في الحاجات الإنسانية، الحاجات المهمة، بحاجات هو ما بيتكلمش فيها، يعني هو ما بيقولش، هو بيبقى بيعمل وبيسيب الناس تفسر يعني. بالظبط. وأكيد يعني صلاح عليه اهتمام كبير طبعا، لأن يعني حتى امبارح المباراة بتاعت امبارح كانت مباراة تاريخية بالنسبة لصلاح وليفربول وليدز، بالظبط يعني صح، في شوية أرقام ناحية كده الأرقام ممكن أقولها القياسية. لك. طبعا يا ريت نتكلم فيها، وتحديدا فيما يخص محمد صلاح، لأن امبارح يعتبر تاني لعيب في تاريخ البريمير ليج يقدر يحرز أهداف في المباريات الافتتاحية بالنسبة لفريقه يعني بعد شيرينجهام. هو كمان محمد صلاح هو أول لاعب يسجل هاتريك مع ليفربول من سنة 1988 في بالظبط. المباراة الافتتاحية، واول يعني اللاعب اخر لاعب في ليفربول جاب هاتريك في مباراه افتتاحيه كان جون ألدريدج.
بالظبط. امام تشارلتون في المباراه اللي افتتاحيه في 1988. كمان بالنسبه لليدز، هو اول فريق صاعد يسجل 3 اهداف على ارض المنافس، يعني خارج ارضه، من سنه 2008. والمفارقه بقى ان اخر فرقه عملت كده كانت هال سيتي امام مانشستر يونايتد، وبرضه خسروا 4-3. يعني كان بالظبط. اتفضل. مباراة ليفربول وليدز هي تاني مباراة في تاريخ البريمير ليج يتسجل فيها 5 أهداف، أكتر من 5 أهداف في المباراة الافتتاحية. من المعروف إن البريمير ليج مستوى التهديف بالنسبة للمباراة هو 2.9. امبارح كان مستوى التهديف لغاية دقيقة 29 كان 4 أهداف، فكانت مباراة غزيرة الأهداف يعني. هي أما بالنسبة مباراة فنيا كانت حلوة جدا في الحقيقة، يعني الناس اتمتعت بالمباراة دي، رغم ان احنا عندنا هنا في مصر طبعا كله بيشجع محمد صلاح وليفربول عشان بإذن الله يقدر يفوز بالموسم الثاني على التوالي ببطولة الدوري الإنجليزي، وده رقم مهم جدا وهيبقى شيء كويس بالنسبة لمحمد صلاح في إطار الأرقام الكتيرة اللي بيحققها في الحقيقة. لكن أنا عايز أتطرق معاك وأختم معاك بخصوص المصريين المحترفين في بطولة الدوري الإنجليزي. إحنا عندنا 5 ما شاء الله السنة دي موجودين في الدوري الإنجليزي، وتقييمك حتى الآن لمستوى محمد النني مع أرسنال اللاعب، وأيضا محمد صلاح في مباراة الأمس. النهاردة حجازي كان ممكن يلعب لكن ما لعبش، ما شاركش في مباراة ويست بروميتش وليستر سيتي، ولسه عندنا تريزيجيه والمحمدي إن شاء الله هيلعبوا قريبا. رأيك ايه؟ والله النني امبارح عمل مباراة كبيرة جدا، اه طبعا. قدم اللي مطلوب منه. لا يعني عمل 64 باص امبارح، 4 منهم بس خطأ، وكانوا في أماكن مش مؤثرة. هايل في التحولات، بيفك مشاكل خط الدفاع بالضغط اللي عليهم. بيقدر ان هو يعمل لونج باص كويس جدا، عمل اللي عليه، حائط صد قدام الباكات بتوعه. تمام. فامبارح محمد النني كان هايل جدا بصراحه، صح. يعني انا من المباريات اللي شفتها للنني، وانا مبسوط ان هو بالاداء كمان بتاعه صعب قوي، يعني. صعب لما انت تبقى موجود في ارسنال وتخرج اعاره وترجع تلعب اساسي في ارسنال، فدي حاجه كبيره جدا وحاجه اكيد مميزه بالنسبه لنني يعني. اكيد. اما بالنسبه لصلاح امبارح عمل حوالي يعني 87 لمسه للكوره، تمام. 35 منهم في الفاينل ثيرد، يعني في اكيد. الجزء الهجومي. شاط على المرمى حوالي 9 مرات. بخلاف طيب بخلاف الارقام، تتوقع ان شاء الله باذن الله ان الخماسي المصري يتالق في البريمير ليج السنه دي؟ والله الخماس المصري كلهم دلوقتي عندهم خبرة كويسة جدا في البريمير ليج، مفيش حد يعني، مفيش واحد منهم هو أول موسم ليه في البريمير ليج، بالظبط. بالذات تريزيجيه، لأن هو السنة اللي فاتت مخلص الموسم بفورمة كويسة جدا، والموسمين يعني لاحمين في بعض، فأنا أتمنى إن هو تمام يعني ان شاء يستمر الله. على اكيد نفس اكيد الفورمة اكيد، يعني. نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله. مهندس سيد فاروق طبعا مستشار التقني السابق لنادي مانشستر سيتي كان معانا طبعا من خلال سكايب في مداخله كانت مهمه جدا. طبعا كان المستشار التقني السابق لنادي مانشستر يونايتد مش مانشستر سيتي، كان ضيفنا العزيز واتكلمنا معاه في بعض الامور المهمه. خلينا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. طيب يعني هختم مع حضراتكم حلقه اليوم من ترند بتفاعل جمهور النادي الاهلي على الصفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، ونبتدي باسراء. وكان سؤال الحلقه طبعا تعليق حضراتكم على لقطه امبارح لمحمد صلاح واحتفاله على طريقه مؤمن زكريا ودعمه للاعب. اسراء طه قالت ايه؟ قالت بصراحه كانت حاجه متوقعه من محمد صلاح، طول عمره قلبه مع المصريين وربنا يوفقه ويشفي كابتن مؤمن يا رب باذن الله. إمام علي قال دايما ما يثبت محمد صلاح تواضعه وإنسانيته ومواقفه النبيلة لا نستطيع إحصائها بسبب كثرتها، ربما يقومك أو ربنا يقومك بالسلامة يا مؤمن. خلينا نروح لنور الله، قالت أخلاق يا أبو صلاح، فخر فخر مصر والعرب، عظيم يا أبو مكة، ربنا يشفيك يا مؤمن يا رب. طيب كمان في إسلام مصطفى قال صلاح معروف طبعا بالمواقف الإنسانية من ساعة ما كان في فيورنتينا لما اختار 74، وطبعا دعم الرائع لمؤمن زكريا امبارح، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول يا مؤمن. عبد الرحمن السيد قال احتفال في منتهى الجمال يرفع من معنويات كابتن مؤمن زكريا، طبعا كابتن محمد صلاح رمز الإخلاص والوفاء، ربنا يشفيك ويعافيك يا كابتن مؤمن، شكرا كابتن محمد صلاح فخر عرب.
زهرة البستان قالت أعجبني وجبر الخواطر على الله ودعم المؤمن وربنا يشفيه ويعافيه ويرجع أحسن من الأول إن شاء الله، بإذن الله يرجع مؤمن أحسن من الأول لكل جمهوره. دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند، بكرة حلقة جديدة وهتسبق ساعات مهمة جدا قبل مباراة الاتحاد السكندري إن شاء الله تكون حسم اللقب من خلالها إن لم يحسم اليوم بإذن الله تعالى. استنونا في حلقة بكرة، إلى اللقاء.